النهارده بتبدأ منافسات المربع الذهبي اللي هتقام على جولتين بنظام الذهاب والعودة. هيقابل فيها فريق ثابت البطل فريق مدحت فقوسة، وفريق هشام عبد الرسول هيقابل فريق شحتة. ماتش النهارده هو ماتش الذهاب بين فريق ثابت البطل وفريق مدحت فقوسة. فريق ثابت البطل اللي قدم مستويات هايلة على مدار البطولة وحسم تأهله للمربع الذهبي بعد الفوز على فريق محمد السياجي في مباراة دور الثمانية. يقطع كرة ويكمل يكمل 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 ويكمل 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 ولسه مكمل ولسه مكمل ورايحه في اليمين رايحه في اليمين. والنهارده هيكون هو صاحب الارض في لقائه امام فريق مدحت فقوسه اللي تالق في دور الثمانيه وفاز بنتيجه 3-1 على فريق حسن شحاته. بقول لحضراتكم الكور غاليه والسرعه عاليه واسلام اسلام 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 تمام يا اللعيبه الجديدة. يا شباب ايه تبديل اضطراري من فريق مدحت فقوسة المره دي للمدربين مش للعيبه. انا النهارده كمونه الجديد. نزول كابتن عبد الستار صبري بدلا من كابتن سمير كمونه اللي تعرض لظروف طارئه نتيجه ارتباطاته الرسميه مع فريقه في الدوري الليبي وما قدرش يكمل مع الفريق مشواره. انا معاكم، انتوا فرقه كبيره، فرقة يعني أنا بحبها جداً متابعها، عشان كده أنا حاسس إن شاء الله ناخد البطولة مع بعض إن شاء الله بإذن الله. إحنا كابتن مصر؟ يلا أبطال. صبري استقبل اللعيبة بحب كبير وكمان نقل ليهم تشجيع ودعم كابتن كمونة اللي اتمنى لهم يحققوا لقب كابتن مصر. أنا بشكر طبعاً كابتن مصر إنهم جابوني أمسك فرقة كابتن سمير كمونة. قبل ما اجي انا اتصلت بسمير كمونه، قلت له يا سمير اتفرج على الفرقه، انا هغير الطريقه شويه بتاع الحاجات دي كلها. يلا يلا الكل جاهزين شباب ريدي كده يا ابطال. اول ما اشوف الايه الفريقين دول بيتحركوا على طول، هم يعملوا كده يتحركوا عكس بعض، انت بص عليهم عشان كده بص لقدام. حرك هوب 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 جامد شويه جول. بمسك الكرة بروح بسرعتي اوب اهي وان اوكي اوب على طول شوت هوب هوب بس جامد شوية بس جامد شوية يوسف هوب عدي جول ماشي. نجمنا النهارده هو واحد من افضل لعيبه نص الملعب في تاريخ مصر والاكثر تتويجا في الاهلي وفي مصر، المسمار اللي ما يبطلش ضغط وما يبطلش تكالنج وما يبطلش قطع كور وما يبطلش حصد بطولات، حسام عاشور. حبيبي اخبارك ايه؟ جميل الحمد لله يا حبيبي كله حلو؟ ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ شاكر على المقدمه. لا انت النهارده بقى عايزين ضغط بس بقى، لا إن شاء عايزين الله. ان الشباب النهارده في الماتشات يتعلموا بقى ازاي لا ان شاء الله انك ما تلعبش في خصم كوره وتبصي الباص صح اهم حاجه ما تعملش ميس باص. ايوه دي اهم حاجه والكره معاك. اكيد طبعا. ازيكم يا شباب؟ سوري عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. كابتن ساره النهارده بقى جايبين لك القائد ونص ملعب دفاع تلاقي ضغط تلاقي قطع كره تلاقي بناء لعب تلاقي، ف
هو ده اللي انا عايزاه النهارده. خلاص بقى انا عايز الكلمه منه عشان السيمي فاينل ده مهم، ده عايز كله كفريق كنص الملعب يشتغل مع بعض، كدفاع كمجموعه. طبعا هناخد الخبره من الاسطوره كابتن حسام النهارده يدينا الكلمه دي، واحنا سعداء اللي هو يشرفنا النهارده في السيمي فاينل. انا السعيد اللي انا معاكم النهارده وسعيد بالمجموعه المميزه دي، وعايز اقول لكم بس كلمتين. طلع كل حاجه عندك، العب بقلب، العب واضغط على الكوره وباصي صح، لازم تركز تطلع ميت من الملعب. الديفندر من الفراوده، الناس اللي ورا كلكم على قلب راجل واحد، فنركز كده ان شاء الله وربنا يكرمكم باذن الله. ان شاء الله. دي كده كلمه كابتن ساره. ناخد بقى كابتن ساره معانا ونروح لفرقه كابتن سمير كمون. يلا بينا يلا بينا. اجري بالكوره، اجري بالكوره، حرك، اجري بالكرة شوية، اجري بالكرة شوية. بقول لك ايه؟ هي الفرقة دي بتاعت كابتن عبد الستار صبري ولا كابتن سمير كمونة؟ أنا مش فاهم حاجة. هو كابتن سمير كمونة بعد تألقه في بداية كابتنه مصر جاله عقد احتراف في الدوري الليبي، فهو دلوقتي مدير فني في الدوري الليبي، وكابتن عبد الستار صبري استلم منه مهمة تدريب الفريق وقيادته للنهائي. العيال باين عليها ايه؟ عمالة بص تتحرك. بس ما يهمناش برضه، هنكسب. لا ان شاء الله. لا ما يهمناش، هنكسب برضه. تعالى 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 تعالى، احنا بنقتحم اي تمرين على طول. عادي يعني؟ تقتحم. هنسيب الولاد يلعبوا؟ لا لا احنا داخلين على طول الكابتن المنافس على طول. تنصت حس حبيبي. كابتن عبد الستار صبري النهارده في مواجهة فرقة كابتن سارة، ومعاكم اولاد حسام عاشور بقى، يعني نجم كبير ونص ملعب وكابتن وبطولات، ويعني مع انه يعني كتير منهم كانت على حسابنا بس ماشي. معلش ماشي. بس استلمت المهمه من كمونه. طبعا مطرش يعني اتاخر عن كابتن مصر، وانا عارف بقى ان كمان بالذات ان في كابتن ساره، فانت جاي مخصوص. جاي مخصوص. وبعدين انا اصلا في طار. انا لعبت ساره السنه اللي فاتت واتغلبت، ولعبت السارة السنة دي في أول إيه في المجموعة واتغلبت. أنا جاي مخصوص عشان النهاردة لازم بقى. لا لازم. أيوة لا 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 تخش على كده، هنكسب. يا ابني تعالى. مش معايا اللي بيحكوه على طول، أول ما أنا أكسب. لا هنكسب النهاردة إن شاء الله، إحنا فرقتنا إن إحنا تكسب. ماشي يا كابتن. طب أنت قلت لهم يكسبوا إزاي هناك؟ قلت لهم. قول لهم هنا بقى برضه يكسبوا إزاي، هنا بقى إحنا بنغش فرقتين. لازم تجتهد، تسمع كلام المدرب، ونلعب السهل، اتبسط، استمتع. كان في مقوله على طول كان بيقولها لي مستر مانويل جوزيه، اصعب حاجه في الكوره اسهل حاجه، اللي انت تلعب لمسه ولعبه او وان تاتش دي صعبه جدا، مش اي حد يعملها، فسهل على نفسك، العب استمتع، وان شاء الله ربنا يكرمكم، واهم حاجه ما يجيش فيكم جون، وحاول ان انت تجيب جون، وحاول تلعب، وحاول على طول الكوره لقدام، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم وتعملوا حاجه كويسه وتكسبوا النهارده ان شاء الله. قبل ما طبعا نبدا المباراه لازم يبقى في تحدي، عشان الفريق اللي هيكسب التحدي هو اللي انت هتديله بقى المحاضره الاخيره، وهتبقى واقف في صفه قبل ما الماتش يبدا. ماشي. فجاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. تحدي النهارده هو تحدي مهارات فرديه، ولكن كالعاده هيكون مختلف شويه. لاعب من فرقه كابتن ساره هيبقى الكوره معاه وهيبدا من ورا خالص، ممنوع انه يطلع بره الإيماء على اليمين وعلى الشمال، ولازم يوصل للناحية الآمنة أو السيف زون اللي هي بعد آخر قمع الناحية التانية. في نفس الوقت هيكون في لاعب من فرقة كابتن عبد الستار صبري قاعد هناك معاه خمس كور، وبيرمي عليه الكورة بس يرميها على الأرض ويحاول إنه يخبط الكورة فيه. كل ما يخبط الكورة فيه مرة اللاعب ده بياخد نقطة، ولو نجح إن هو يخرج الكورة اللي في حوزة اللاعب اللي معاه الكورة اللي بيرقص بره الإيماء، اللاعب ده بيطلع بره خالص. تمام؟ وبعد كده هنعكس. أوكي. تعال. طاهر، فين طاهر؟ مين فيكم اللي هيبدأ؟ كابتن عبد الستار. جو. بالياس، أكيدك بالياس. وادي اتنين. أيوة. وادي تلاتة. يا ولد. يا ولد. يا ولد. سابس. جو. برا يا ابني برا. لا طاهر. أدي واحد. أدي نقطة. عدي. مستنيين إيه؟ يبقى كده الجولة الأولى نقطتين لفرقة سارة، صفر لفرقة سطرة. الجولة التانية تختاروا لعيبة تانية أو نفس اللعيبة براحتكم. أنا اخترت. جهزته. ماشي. تعالى. 3 2 1 ابدأ. حلوة 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 يا ولد. عدى 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 برافو عبد الرحمن.
ركز. اول ما يرفع اضرب كمل. عدى عدى كده. الجوله الثانيه 2-0 برضو. الجوله الثالثه بقى ابدا. الاثنين شول. اهدى اهدى. ايوه اهدى اهدى. ولا لا 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 أنا. أنا. إزاي؟ أنا. أنا كسبت خلاص. شيكا. لا تحت تحت شيكا. واحد. اثنين. ثلاثة. يبقى كده كابتن سارة بتتغلب على كابتن عبد الستار صبري. كده يبقى حسام عاشور مع سارة وعبد الستار صبري. معلش انا راكب في الملعب. انا انا مبسوط جدا على فكره. انا بخسر على طول المسابقات دي، انا بكسب على طول في الملعب. الله 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 صوت الله صوت. في سيمي عندنا سيمي فاينل. ايه ايه اللي هيحصل؟ تقولي للولاد النهارده قبل ماتش مهم زي ده وكل واحد فيهم شايف يعني ضغط مش طبيعي اكنها اخر مباراه يلعبوها في حياته. طبعا انتوا بتلعبوا السيمي فاينل، ماتشين لازم تجتهد وتطلع كل حاجة عندك بإصرار وعزيمة وخش جامد وباصي وتحرك، فإن شاء الله ربنا يكرمكم وهتكسبوا بإذن الله. إن شاء الله. إيه أكتر حاجة بتكون بتحسها يعني لما وأنتوا نازلين فاينل كده وأنت ككابتن بيبقى عليك مسؤولية كمان أنت تحاول تفك اللعيبة شوية علشان يعرفوا يلعبوا؟ لما دايما نسمع اللعيبة تحس إن رجلها تقيلة قبل الماتشات الكبيرة. على حسب، بص يا عمر، على حسب الـ 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 الشخص أو اللعيب. يعني أنا مثلا بحب اركز، ببقى ما بتكلمش مع حد خالص. في واحد مثلا زي كابتن بركات لما كان بيلعب معانا يحب يهزر ويفك ويهزر مع ده ويهزر مع ده، فهي بتبقى بتختلف من واحد لواحد. يعني استمتعوا، انتوا في زي ما قلت لكم فرصه كبيره جدا ما بتجيش لاي حد، فان شاء الله ربنا يكرمكم وتطلعوا كل اللي عندكم وتوروا للناس اللي فيه لعيبه ومواهب عندنا كويسه، فان شاء الله بالمكسب باذن الله. ان شاء الله. ماتش النهارده كابتن ساره هو اول ماتش ان شاء الله، كده كده فوز او هزيمه لا قدر الله ما فيش حد ماشي عشان في ماتش ثاني. ده انا اول سؤال قلته حد هيمشي النهارده؟ لا النهارده لا. لا. الحمد لله. ده تحفيز ليكوا، ها مش دلع. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. ديفندرات بقى انتوا، خدوا بقى حسام على جنب كده وهو يديكوا بقى ايه اسرار كده بره الكاميرا. يلا بينا. يلا بينا. خطوة واحدة ونلعب النهائي. المباراة دي أهم مباراة لينا. كل واحد فيكم لازم يركز النهاردة المكسب. سارة النهاردة بتلعب 4-3-3. في عندهم ميزة كويسة جدا، في اللعيب الفيرويد بتاعهم رقم 19. لازم السيرت باكين بتوعنا كل واحد ماسكه والتاني وراه مغطيه. فريق محترم، فريق أجسام، فريق أطوال، وبيلعبوا بالسرعة وبيشوطوا كويس. احنا عندنا ميزة كويسة أوي، احنا بنضغط، نضغط كويس. عندنا هيبقى ايه ضغط اول مباراه في نص ملعبهم، كره في نص ملعبهم من عند 18. ما تخليش حد هنا يشوت ابدا. لو واحد غلط في الملعب او عايز يشجعه، انا عايزه كله ايجابي النهارده. ساره مرعوبه مننا، انتوا لعيبه كويسه زي ما قلت لكم. النهارده كسبنا خلاص هنوصل للنهائي، وان شاء الله باذن الله هدفنا ايه؟ وهدفنا نوصل للفاينل. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يا ولد يلا يا ولد يلا اطلع شوط. يا ولد استخير يا كابتن. اوه انت اسرع. واحد واحد. فار 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 فار. انا جريش الكرة انت. انا هيجي يا اشرف يا نهارك ابيض يا ربي. استعدادات اللعيبة مستمرة للحظات من بداية ماتش الذهاب من لقاء حاسم. الفايز فيه بيحسم أول نصف مقعد في المباراة النهائية لكابيتانو مصر. روح عالية وحماس واضح على وشوش كل اللاعبين. (تصفيق)
فلسطين في القلب. التيشيرتات اللي لابساها اللاعبين عليها صور المصابين والشهداء. كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء. تعالوا كلمني معلش يا اخي، ما انا مش سطمن عليك، بس انت عارف ان كم يوم لا كهرب ولا ميه ولا نت ولا قادر اوصل لك يا اما. فلسطين في القلب. ايام صعبه، ايام بنشوف فيها حاجات صعبه، ولكن غزه هي العزه، غزه هي العزه، فلسطين في القلب. فلسطين، فلسطين في قلب كل المصريين. محمود وادي لاعب منتخب فلسطين يتفاعل معه الجمهور. محمود وادي ابن فلسطين يتفاعل معه الجمهور في كابيتان. كلنا فلسطين مع أهل غزة. الصمود موجود في أهل غزة، في أهل العزة، في أهل الكرامة. أول شيء أنا حابب بس أشكر طبعاً على كل القائمين على البرنامج، يعني على هاي اللافتة وهذا الدعم المعنوي اللي اليوم بيقدموه يعني. واليوم لما نشوف الشباب لابسين تيشرتات أطفال زيهم يعني، يكون جيل صاعد كان نفسه هو يحقق أحلامه هناك في غزة، لكن الاحتلال للأسف قتلهم وقتل طفلتهم. إحنا اليوم بنعرف إنه هذا الجيل اللي إحنا بنراهن عليه. وأكيد يعني هاي من ضمن الرسالة اللي بيقدموها من خلال كرة القدم. بدأت أول مباراة في نصف النهائي، ماتش الذهاب، الفريقين متوترين، اللعيبة متوترة، متوقعين أول خمس دقايق اللعب فيها هيكون الكورة قليلة شوية، وبعد كده هياخدوا الثقة والتوتر يخف وهنشوف كورة حلوة قوي النهاردة. مرة تانية يطلع الدفاع وتروح عند يوسف علاء اللي يلعب الكورة قدام في اليمين، ولكن يطلع الكورة من قدامه، رمي التماس. محمود وعدي ابن فلسطين لاعب نادي المقاولين بيحضر اللقاء. تروح مرة تانية واحدة نص الملعب واحدة يلعب الكرة لقدام. روح 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 اللي ممكن يعمل مهند انفراد، لكن يدخل ويتدخل كويس قوي. فاتك ايه يا مهند؟ مهند يلعب الكرة بالعرض على الأرض، يلعب الكرة عند أحمد أشرف. الصاوي في المكان والمهارة ناوي بيشيل كرة خطيرة. الصاوي بإصرار كبير بيضغط مهند الشويحي على فتحي محمد مدافع فريق ثابت البطل، وبيقطع الكورة جوه ال 18 عشان يصلحها لأحمد أشرف اللي بيسدد من خرم إبرة، لكن الصاوي بيتألق في صدها. صوتها حلو قوي، صدها عالمية. شفت خدها ازاي كويس؟ حلو قوي. لقيت محمد أشرف لعبها في الضيقة، فالحمد لله أنا طرت عليها عكسية وطلعت الكورة. إيه سطرة؟ جاية ولا إيه؟ ضربة ركنية لفريق مدحت فاوسة، يلعب الكرة جوه منطقة الكزاز أحمد عبد العزيز، ولكن تروح مرة تانية مهند. مرة تانية عند علاء عبد الرحمن يلعب الكرة لقدام، اللي يلم الكرة كويس قوي يوسف محمود مع الشارة الذهبية. لاعب عنده مهارة 100 بيدخل في الدفاع من ثلاثة، ولكن يطلع الدفاع الكرة مثل ببساطة. مرة تانية تروح عند زياد، فاول ما تجريش الكرة قدام. ضربة ركنية بيطير عليها حارس المرمى ويشتتها على دايرة ال 18، توصل الكورة لمهند الشويحي اللي بيسدد كورة تخبط في إبراهيم شعبان. اعتراضات من فريق مدحت فقوسة ومدربهم عبد الستار صبري، ولكن تحرك الحكم الممتاز خلاه على مسافة كويسة وزاوية رؤية واضحة أكدت له إن الكورة خبطت في بطن المدافع، ومع ثبات إيده بيقرر استئناف اللعب. العب في بطنه. هيلعب الكورة. يا ولد عبد الله استلم على الشارة الذهبية، جديدة يلعب الكرة عند مهند في الشمال،
ما انا بيلعب الكره لكن تبقى ضربه ركنيه. بيواصل ابراهيم شعبان مدافع فريق ثابت البطل تالقه في البطوله وبينجح في التصدي العرضيه كانت ممكن تشكل خطوره من اللاعب مهند الشويحي. عبد الله اسلام لاعب مهاراته عاليه قوي عبد الله، ولكن تروح عند عبد الله اسلام يا كره على صدره. الواد لعيب قوي من خمسه ده يلمها كويس قوي وتروح عند زياد، ولكن تروح مره ثانيه اشرف يستلم الكره. احمد اشرف لاعب عنده مهاره. احمد اشرف يا احمد شوط على طول يا احمد، شوط الجول شوط. احمد اشرف مهاجم فرقه فقوسه بيستلم الكره على خط ال 18 زاويه التسديد مفتوحه ولكنه بيتاخر في اتخاذ القرار السليم. كابتن ساره شد الناس شويه، ناس نايمه. يوسف ابراهيم امسك راس الملعب. مره ثانيه يلم الكره يوسف وليد ابن الجيزه. يوسف اسلام تروح في اليمين عند زياد، زياد يلم الكره ويعدي 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 ويلعب الكره بالعرض يا على على مره ثانيه ابن بيتعدوا. لا مش اسلام حيشوط يلم الكره حلوه قوي. اسلام حيشوط ولكن بقى ايدي في ايده. ضغط متواصل من فريق مدحت فقوسة بيجبر المدافع عبد الرحمن علاء على تشتيت الكرة عشان توصل ليوسف وليد اللي بيسدد لكن في جسم المدافع محمد إبراهيم وسط اعتراض ومطالبة بلمسة يد وضرب الجزاء. كرة شاف حكم المباراة إن إيد اللاعب في الوضع الطبيعي للتشريح لجسمه وما فيهاش أي تعمد، وللمرة التانية كان القرار استكمال اللعب. واحد يمسك واحد. عبد الله واحد واحد هيلعب الضربه الركنيه والصعوي والحدي والهدف الاول. لسه كنت بقول احمد اشرف ابن المنوفيه يتابع الكره 100 100. احمد اشرف يا من فريق حسن شحاته عمل كوره مش ببساطه وبيرفع علم فلسطين، وفلسطين في قلب كل المصريين. مفيش كلام يا أهل غزة يا أهل عزة. ضغط فريق مدحت فقوسة بيزيد، ضربة ركنية يغلط الصاوي في تقديرها وتقع كرة من إيده علشان توصل لأحمد أشرف اللي بيحطها في الشبكة. هدف تقدم مهم لفريق مدحت فقوسة على أرض فريق ثابت البطل. المباراة دي مباراة صالة، إذن لما هيحرز عبد الستار هدف أو فريقه هدف، الهدف بهدفين. يلا مامي كلمهم مامي. مرة تانية تروح ويطلع الكرة كويس قوي فتحي، لكن ترجع مرة تانية هتشوط الكرة. الكرة ليا. مرة تانية يلعب الكرة فتحي، ترجع تروح عند الموهوب قوي إبراهيم شعبان ابن بني سويف. يلعب الكرة لقدام، بقول لحضراتكم موهوب يلعب الكرة وضل مرقوب والحارس يا دعية دعية دعية. كرة طويلة ملعوبة من إبراهيم شعبان لمحمود ناصر شيكا في ظهر الدفاع، بينطلق شيكا وبيستغل سرعته وينجح في الاستحواذ على الكرة ويسدد بقوة، لكن مهند إيهاب بيتألق وبيبعد الكرة. كويس أول فرصة خطر لسارة حسنين، أخيراً طلعوا من نص ملعبهم وفرصة خطر قوي وإنقاذ عالمي. يلعب الكرة في الشمال، عايز يعدي محمد هاني يلعب الكرة جوه منطقة الجزاء ولكن يخلصها كويس قوي الدفاع وتروح عند علي. تروح مرة تانية لإبراهيم، يلعب الكرة في اليمين عند عبد الرحمن علاء ابن إن، عايز يعدي ابن المنيا يقطع منه الكرة وبينتهي الشوط الأول بتقدم فريق مدحت فقوسة 1-0. نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مدحت فقوسة بهدف خارج الأرض في جولة الذهاب من مباريات المربع الذهبي لكابيتانو مصر. فلسطين في قلب كل المصريين. استراحة قصيرة ثم أعود ألقاكم مع أحداث الشوط الثاني.
اهلا يا مينا. هاي انسوخي، ازيك؟ والله كله لذيذ، مبسوطه قوي، بحب القعده دي انت عارف، بالذات لما تبقى قاعده اهلاويه. طبعا خلصت انا الحصه بتاعتي، خلصت الكام حلقه اللي فاتوا، دلوقتي نرجع بقى لحصص كنتو تاني. عامل ايه يا حسن؟ الحمد لله كله كويس. انت عارف كان معانا شيكابالا من الاسبوع قبل اللي فات تقريبا، وبعدين بيسالوا مين اكتر لعيبه غلست عليك. يقول لك حسام عاشور اكيد. شوقي وحسام عاشور. لا ده اجباري. ساعات مستر مانويل على طول لما كان بنلعب اهلي وزمالك كان يقول لي الزق له، مالكش دعوه باي حاجه الا شيكابالا. فالحمد لله كنت بركز له، كنت بقعد مثلا قبلها بيومين ثلاثه اقعد بقى يعني في دماغي كده هيعمل ايه، وبتفرج عليه بتفرج عليه كتير. بتفرج عليه لوحدك كتير مش طبعًا. بس مع انا لما يعني مستر مانو ما كانش بيقول لي بس انا كنت على طول انا مع نفسي، انا ما فيش ماتش ما اتفرجتش عليه وانا بلعب. كل الماتشات لما بخلص الماتش بروح متفرج عليه. عشان كده هو قال ان هو كان اكتر حد تقريبا من كتر ما انت كنت بتذاكره لا على طول كنت اقعد يومين ثلاثه اقعد في دماغي، طب هو هيعمل ايه، طب هيروح الكوره كده، طب هيرقص كده، فببقى حافظه. فربنا كان بيوفقني يعني. الحمد لله. حصل ما بينكم طب اي حاجه كده قبل ماتش بتاع كلام افيهات على ان انتوا على طول ان انت على طول؟ لا هو بص على طول لما كان اول ما ننزل كده الملعب اول ما يشوفني يقول لي يا صباح الضرب النهارده، مش هتسيبني النهارده مش هنخلص. فشيكابالا من الناس اللي انا بحبها جدا ومن اللعيبه كويسه ومن احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، مهاري بطريقه مش طبيعيه. طب ومين كمان طيب كان بيتعبك في اللعب؟ يعني مين لعيب كنت بقى اجابه انا مش هتوقعها؟ ما اقول لك واحد بص مهاري بطريقه، محمود عبد الحكيم. ده الساحر. حاول. ده ساحر. حاول. كلني ترقيصه قبل كده. والله العظيم هو كان بيألف الطريقه. فاكر الترقيصه دي كانت في ماتش ايه؟ كان هو بيلعب مش عارف تقريبا في المصري حاجه زي كده تقريبا. بس هو كلني ترقيصه. اصل هو مشكلته ان هو كان بيخترع، كان بيخترع. هو لعيب خماسي، كان منتخب مصر. لا اجمد ترقيصه مش بتاعته بس، في عمر عمر جمال بتاع الاسماعيلي. رقصك ترقيصه اجمد من الثانيه. عمر جمال كان مش طبيعي بقى. كوره كده قاوت فانا جاي مندفع كده وهو قدامي، راح عاملها كده من فوقيه وراح لافف دب في العرضه، كان شكلها حلو قوي. وهو كابتن التيم النهارده. يا سلام يا عمر، ترقيصه حلوه. ازاي بتحفز نفسك انك لما تاخد الدوري السنه دي عايزه السنه الجايه؟ والسنه الجايه بتبقى اصلا اللي هي كمان اسبوع، مش يعني الموضوع ما بيبقاش مواسم ملتحمه كلها في بعض وما فيهاش اجازه. ازاي بتقعد؟ بص انا هتكلم عن نفسي، يعني انا كنت عامل تارجت لنفسي ان انا ابقى اكتر واحد في العالم واخد بطولات، فكان دي بتحفزني ودي حقيقه. انت اكتر لاعب ملقب ببطولات من مصر. انا التالت. صح؟ انا في مصر لكن انا التالت على العالم. فدي كنت على طول ببقى مركز، على طول ببقى لا عايز الماتشات اللي انا بلعبها، عايز البطولات اللي انا بلعبها اكون كويس واخد البطولات دي عشان هتفرق معايا بعد كده. لازم اسالك برضو عن قصه التدريب. يعني بتفكر بقى تاخد كورسات تتجه لقصه التدريب دي ولا دلوقتي؟ انا يعني باخد كورسات اللي انا في التدريب. انا يعني حابب التدريب. خلاص ابتديت في الموضوع. انا حابب التدريب وحاسس نفسي ان انا هبقى مدرب كويس. وبتتفرج دلوقتي على ماتشات الاهلي كلها؟ كلها طبعا. طب رايك اهلاوي 100%؟ انا عارف انت هتقول لي صميم. انا عارف. بس رايك كيف في نص ملعب الاهلي؟ لا كويس جدا، يعني احنا عندنا من احسن الديفندرات في مصر، عندنا مروان عطيه دلوقتي. ايه رايك في مروان؟ كنت متوقع ان واليو ديانج من احسن الناس اللي جم محترفين في مصر. لعيب كويس جدا جدا جدا. بتريت ديانج عالي قوي. بتقولي على مروان عطيه؟ عشان مروان عطيه بصراحه يعني انا هحكي لك، انا اللي كنت في الاتحاد بالظبط بحب القصص قوي، عارف كده اللي هو القصص اللي بتبقى. فالاتحاد انا روحت كان هو موجود. فانا قلت له انا من الخبره اللي انا خدتها اهم حاجه في الديفندر يعني لازم يبقى عينه عامله كده، يعني رقبته بيسكان اشقه شايفه الملعب كله. لما امام عاشور جه الاهلي كنت شايف الصفقه ازاي؟ صفقه كويسه جدا، ولسه يعني امام عاشور ما عملش 50% من مستواه. عايز اسالك عن رايك ايه في مودست، وشايف ان هو المهاجم اللي كل الاهلاويه منتظرينه؟ لاعب كويس بس هو لسه مش جاهز، يعني لسه مش جاهز زي ما بيقولوا مش فت يعني، فلازم يشتغل اكتر، لازم المدرب
يدوس عليه في الحته البدنيه وهيفرق معانا. يعني ما شاء الله طول وبيلعب بدماغه كويس وجسمه كويس وهيفرق مع النادي الاهلي، بس لازم يكون جاهز. حسن، عندي حاجات كتير قوي عايز اسالها، بس عارفه ان انتوا عندكم ماتش محتاجين ترجعوا له. اتبسطت قوي ان انا كنت معاكم، واتبسطت قوي بالاسئله واستمتعت قوي بالاجابات، وهسيبكم بقى تروحوا تكملوا الماتش بتاعكم. يلا بينا. انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. انا اول مره اشوفكم بالمنظر ده. احنا المفروض الشوط الاولاني نطلع 3-4، صح ولا غلط؟ صح. انتوا عندكم شخصيه اجمد من كده قبل ما يبقى عندكم كوره. والعب كوره واستمتع، بس بجديه. في اي فرصه قلت لكم، اي قدام الجون، شوت شوت شوت. دلوقتي الشوط الثاني هنضغط. قربوا. انت هتتكلم، انت سريع والتاني سريع، لازم تجيب جون واضغط عليهم من قدام. كل الاثنين ديفندرات والوينج رايت مع الباك رايت والوينج ليفت مع الباك، كله بيكلم بعض. هي دي العقليه اللي ان شاء الله تكسبوا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا مع بعض الشوط الثاني اللي انتهى الشوط الاول بتقدم فريق مدحت فقوسة. عايز يعدي مهند، لكن تبقى فاول عبد الرحمن علاء. فاول، اللي انا قلته بيلعبوا على طول على الفرودين، شفت اول ما امسكها لسه قايله لازم يركز بس في الحته دي. اه يلا عبد الرحمن، عالم فلسطين في قلب كل المصريين. تمس، هيلعب الاوت. احمد عبد العزيز ابن الجيزه على الارض، يقطع كويس قوي عبد الرحمن، ويلعب الكره رائعه عند يوسف محمود ابن الجيزه اللي عايز يمرر الكره، ولكن يشيل الكره من قدام كويس قوي من شريف ابن المنوفيه. تروح ولد على الاستلام يا ولد. في الشمال اللي يلعب الكره زياد عند محمد هاني مره ثانيه. الموهوب عبد الله اسلام ابن دمياط الجديده، طبعا صاحب شاره ذهبيه، صاحب مهاره فرديه. تروح مرة تانية ولكن يخلصها يا ابن أسوان. الموهوب عبد الله إسلام بينجح في تنفيذ كنترول مع فينت رائع، ويحتفظ لفرقته بالكورة في نص ملعبه. لعيب قوي 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 قوي، لعيب كبير قوي قوي قوي. وتروح مرة تانية ابن المنيا عبد الرحمن علاء، يقطع كرة من قدامه عبد الله إسلام ابن دمياط الجديد. يا سلام ابن المنيا، حلوة يا ولد، لعب كعبة حلوة قوي في هذه الثانية. ابن المنيا يلعب الكرة لقدام، يخلصها دفاع، بيعمل عليها سبرنت حلو قوي، ويعدي ابن المانيا ويطلع الكوره بره. احمد هاني بمبدا السلامه. عبد الرحمن علاء ظهير ايمن، فرقه ثابت البطل، بينجح في الاستحواذ وباص بالكعب ولا اروع ليوسف جمال اللي بيبدا هجمه بعد فنت رائع. يوسف بيلمح تقدم اللاعب يوسف علاء، بعدها بينفذ باص طولي توصل لمدافع فرقه فقوسه، ولكن يوسف علاء بيروح على الكوره باصرار كبير وبيكمل فيها، تطول منه ويشتتها المدافع وينهي هجمه كانت ممكن تبقى خطر على مرماه. كابتن ياه، ده غير يوسف علاء جو. يا 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 يا، ده ما طرقعت ولا ايه؟ مش عارف شكلها كده. اللاعب محمد حسن بيندفع بحماس في محاولة لاستخلاص الكرة من عبد الرحمن علاء، لكنه بيفشل ويعرض نفسه لإصابة خطيرة. وعلى الأرض إن شاء الله يقوم سليم. محمد رمضان، ايه ده ما طرقعت منك؟ طرقعت. محمد رمضان وقع على الأرض، بيروح له كابتن علاء البدوي، ان شاء الله يقوم سليم. كابتن تاخير يا كابتن، تاخير يا كابتن. لا اقعد بره، اقعد بره. تلعب وتبص الفرودين. هيطلع رقم 8 محمد حسن، هينزل مكانه يوسف طاهر. يوسف طاهر. طرقعت يا يوسف. ها؟ ولا لا بص لي يا محمد حسن رمضان ابن الدهلية. والتعادل والتعادل والتعادل.
مش معقول. هدف حلو على طول. يا ولد يا ولد يا ولد. البديل يوسف عمل اداء جميل من الضربه الحره. ركنية لفريق ثابت البطل يوسف جمال نفذها بشكل غير متوقع. الكرة بتفاجئ حارس المرمى وتهز شباكه علشان يكون هدف تعادل عالمي لفريق ثابت البطل، ولقطة من اللقطات اللي ما تتنسيش في الموسم الثاني لكابيتانو مصر. وانا برفع الكرة شاورت والحارس افتكرني اللي انا هرفعها فلفتها لفت في الجول. لا الصراحة ما كنتش متوقع، يعني هي اصلا وهي مرفوعه يعني شايفه ان هي انها طالعه بره، فعشان كده يعني مسكتها فدخلت جون. عملها حلوه قوي. من الجوان القليله اللي الواحد بيشوفها يعني ان يجي جون من الكورنر بتبقى صعبه، بس عايزه واحد عنده تكنيك كويس. المرمى يوسف جمال اخر جمال، يوسف جمال اخر جمال. هدف حلو قوي يا ابني. جامد شويه جامد. هدف حلو قوي من يوسف. ارجع ارجع مره ثانيه. عدي كويس قوي من الشمال ويجري يوسف وليد، لكن ياخد فاول. ركز بص ركز، ده مش الجول ليهم هم. عايزه عبد الستار يلعب الكوره في المرمى على الصاوي على طول. العب الصاوي بيقول انا جاهز، يلعب الكوره في اتجاه الصاوي، ولكن الصاوي 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 شال كوره في الشوط الاول. خطيره خطيره من نفس اللاعب ده، من احمد اشرف. فاول من الناحيه الشمال لفريق مدحت فقوسة، زياد محمد بينفذها داخل المنطقه، لكن الصاوي يخرج من جديد في وقت مثالي ويبعد الكوره. مره تانية يخلص الكوره مؤمن شريف نص الملعب عند علاء. الخط الفيكا يلعب الكوره الخط الفيكا الخط الفيكا يلا يلعبها حلوه قوي على الارض عند يا خطيرة الكرة دي. شيكا 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 عمل كل حاجة شيكا. يخلصها الدفاع مرة تانية نص الملعب. يا ولد يا ولد إبراهيم أبو خليل يلعب الكرة حلوة والحارس يمسكها بثبات. مسكها بثبات يا كابتن. الفرقتين هيتقابلوا مرة تانية مع بعض في لقاء العودة. نتيجة اللقاءين يصعد الفريق الفائز للمباراة النهائية. مرة تانية يلعب الكرة عبد الله إسلام قدام، يخلصها كويس قوي ابن أسوان فتحي محمد. مراوغة رائعة من اللاعب يوسف وليد لظهير فرقة ثابت البطل مع باص للاعب عبد الله إسلام اللي بيحاول يبدأ هجمة منظمة. الكرة بتروح للمدافع فتحي محمد اللي بيقابل يوسف وليد بتدخل عنيف استحق عليه انذار من حكم اللقاء. ارجع ارجع عبد الرحمن ارجع عبد الرحمن. مرة تانية في الشمال يوسف طاهر يلعب الكرة حلوة قوي عند احمد اشرف، يعملها حلوة قوي لعبد الله اسلام. عبد الله اسلام مشوار مشوار يلعب الكرة عند اشرف 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 يلعب فيها مرة على المدية يلم الكرة حلوة جوه منطقة الجزاء. اتأخر اتأخر جاله الدفاع مع محمد نبيل. مين هيعدي؟ مين هيفوت؟ مين هيشوط؟ مع كرة احمد اشرف وتبقى رميت تمس. بعد كل المجهود لم يفي بالوعود. هجمه جديده لفريق فرقوسة 1 2 ولا اروع بين اشرف وعبد الله اسلام. عبد الله بيرجع يباصي لاحمد اشرف اللي بيخش جوه ال 18 وبيعمل فنت عالمي، ولكنه بدل ما ينفذ الاسيست مع زمايله بيبالغ في احتفاظه بالكوره ويضيع فرصه تسجيل هدف تاني لفريقه. يا عمرو الماتش هيخلص على كده ولا ايه؟ اه شكله واحد واحد شكله رايح لتعادل. مرة تانية في نص الملعب ما بين الاثنين احمد هاني يطلع الكرة على طول من قدامه حازم محمود ابن المنوفية عند يوسف طاهر اللي عايز يلعب الكرة عند احمد اشرف. احمد اشرف اللي عايز يدوس على الكرة بيمر بالكرة هيعمل خطورة والحارس موجود. يا الكرة دي الصاوي 100 100.
طويلة برؤية هيلة من الحريف قوي يوسف طاهر، الكرة توصل لأحمد أشرف اللي تصرف بشكل مثالي وسددها بقوة على المرمى، لكن الصاوي بيتألق مرة تانية. يوسف وليد عمل فولو لكن في السماء. كرة بتضيع بغرابة شديدة بسبب عدم تفاهم لحظي بين مهند ويوسف، ولو اتعادت 100 مرة لازم هتخش في الجول. يوسف لعبها لي من فوق المدافعين، فأنا سبقت المدافع فروحت حبيت اركنها فراحت ضعيفه والصو شالها في اخر ثانيه. ده انا كنت متوقعه الحقيقه، يعني كنت متوقعه، فالحمد لله شلتها وكملوا عليها وطلعت اول. يلعب الكوره وينتهي اللقاء. في اللحظه دي اطلق الحكم صفاره النهايه علشان يعلن تعادل فريق ثابت البطل مع فريق مدحت فقوسه، نتيجه هايله لفريق مدحت فقوسه في الذهاب، لانه بكده يكفي التعادل السلبي في مباراه العوده علشان يوصل النهائي. اما فريق ثابت البطل فهتكون قدامه مهمه صعبه في مباراه العوده اللي لازم يسجل فيها علشان يحافظ على حظوظه في الوصول للمباراه النهائيه. ده الفريق الشوط الثاني، كنتوا هايلين. هو ده الفريق اللي انا بعرفه، لما بتمسكوا الكوره بتلعبوا بروح، ولسه عندنا فرصه ثاني في العوده وتكون احسن من كده. وان شاء الله احنا هدفنا، قلت لكم هدفكم ايه؟ ان احنا نوصل للفاينل عشان ناخد الكاس. عشان رجاله كويسين يا شباب، كويسين الشوط الثاني، كويسين فرقه ثانيه. نكمل بقى على كده الماتش اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله عايزين ثلاثه، واحد منهم هياخد شارت كلير، والشاره دي هتخليه يوصل الفاينل كده كده ان شاء الله مع فرقته يعني، بس لا قدر الله لو مش مع فرقته مع الفرقه الثانيه. كابتن حسام عاشور رشح 4 لاعبين من فرقه ثابت البطل لشاره كلير: محمد هاني، علي. أما تاني اللاعبين فكان علي محمد علي، ثمانية فيه إبراهيم شعبان كان ثالث اللاعبين، مين كمان عجب؟ جون. أما اللاعب الرابع فكان حارس المرمى محمد الصاوي. قرر حسام عاشور يدي شارة كلير للاعب إبراهيم شعبان. اختار رقم 8 إبراهيم. كويس. ما تضحك يالا، أنت ما بتضحكش النهارده ليه كده؟ قاعد مكلضم ومكشر طول الماتش ليه؟ ها؟ تعادلنا بقى. مش مهم، مش مهم. ماشي يا أخويا. مين اللي كان معاه الشارة الذهبية بقى؟ اللي كان معاه الشارة كلير من الماتش اللي فات؟ يوسف. مين؟ يوسف. يبقى كده يوسف، اقف يا يوسف. تعال. أنت كمان؟ ارجع يا ارجع يا حبيبي. أنت أملك كله إن أنت تكسب الماتش الجاي عشان تلعب الفاينل. إحنا هنكسب. مش متأكد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. لعيبة. هو ده الروح. كده أنتوا الاثنين إن شاء الله كده كده في الفاينل. الشوط الثاني كان بس ده لو ده أثر على أدائكم الماتش الجاي عشان أنتوا ضامنين إنكم هتلعبوا في الفاينل. انت مش هتبقى بتخسر غير زمايلك، وانا عارف انتوا مش هتعملوا كده طبعا، صح؟ صح ولا ايه؟ صح طبعا. ماشي. تركز زي ما ركزتوا النهارده. الماتش الجاي ماتش صعب برضه، متعادلين بس ماتش صعب، مش هيبقى سهل، هي النهايات كلها كده.
كلها ماتشات صعبه، فركزوا وربنا هيكرمكم ان شاء الله الماتش ده. يا رجاله خدوها بجديه. احنا قلت لهم هدفكم ان احنا وصلتوا المربع الذهبي، وهدفنا ان احنا نوصل النهائي عشان نطلع من مصر ناخد الكاس. كابتن حسام عاشور اتوجه للفريق الضيف في ماتش النهارده. الشوط الاولاني كنتوا كويسين جدا، كنت تضغطوا على الفرق من قدام، وليه الشوط الثاني رجعنا ونمنا قوي كده؟ ما ينفعش، ده ماتش نهائيات، لازم في جد واصرار وعزيمه وتطلع كل اللي عندك عشان تكسب. انت خلاص لو كسبت الماتش اللي جاي نهائي. حسام هتختار ثلاث لعيبه، والثلاث لعيبه دول تطلعهم لنا هنا علشان واحد فيهم هياخد الشاره يضمن ان هو كده هيلعب فاينل يا مع فريقته يا من غيرها. هنختار عايزين ثلاثة. تعالى تعالى النهارده تجيب ثلاثة أربعة مستريح. و تعالى خمسة. تعالى عبد الله. عبد الله أصلا معاه الشارة فهو الماتش اللي فات؟ بس أنت لو عايز تديها له تاني براحتك. رشح كابتن حسام عاشور ثلاث لاعبين لشارة كلير، هم أحمد أشرف، مهند الشويحي، وعبد الله اسلام. القرار ما خدش وقت كتير، كابتن حسام عاشور كان واضح اقتناعه ان الاحق بشارك كلير هو اللاعب احمد اشرف بليا. احمد اشرف كان كويس النهارده وفارق مع الفرقه وكان بيلعب بقلب وبيلعب بروح وعنده ثقه كده في نفسه، فعشان كده اديتها له. شرف كبير لي ان نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا انه يسلمني شاره زي شاره بليا. خلاص الشوط الاول زي ما بيقولوا خلص، لسه في شوط تاني الماتش اللي جاي باذن الله، فعايزين تركيز واصرار وعزيمه اللي احنا نكسب الماتش ده. احنا متعادلين 1-1، فان شاء الله نركز الشوط الثاني او الماتش الثاني، وربنا هيكرمكم ان شاء الله لو ركزنا وكنا جادين، ربنا يكرمكم ان شاء الله وتكسبوا الماتش اللي جاي. عشرة الجاي ان شاء الله. الجوله الاولى خلصت بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، مباراة قوية من الفرقتين، النتيجة في صالح فريق مدحت فقوسة بشكل أكبر. غزة أهل العزة، فلسطين في قلب كل المصريين. ضيف شرف كابيتانو مصر النهارده نجم نادي المقاولين العرب ونجم منتخب فلسطين كابتن محمود وادي. برحب بيك، مبسوطه قوي ان انت معانا، ورمز كده لكل حاجه عايزين نوصلها لكل فلسطيني موجود. وحاسه ان انا مهما قعدت اقول كلام مفيش حاجه هتوصف بالظبط انا حاسه ايه او عايزه اقول ايه، بس مبسوطه قوي ان انت معانا النهارده. ولازم بقى اسالك في الاول، شفت اليوم النهارده ازاي؟ برحب فيك، وأنا حابب أشكر يعني بصراحة البرنامج والقائمين عليه على هذا الدعم المعنوي بصراحة اللي قدموه اليوم. يوم كان لطيف بصراحة، أنا شفت يعني أشكال من الدعم يعني والتيشيرتات والناس والحاضرين، يعني الأمر جيد، وهذا اللي إحنا بنعهده دائما على مصر والشعب المصري يعني، وبالذات في فيما يخص الرياضة. لقينا دعم كبير صراحة من 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 الرياضة بالخصوص بكل أفرادها، ويعني إحنا أكيد إحنا بنقدر ونثمن هذا الشيء. الواحد بيقول إن ربنا يعني أكيد ليه حكمة في كل حاجة بتحصل، وأكيد واحدة من الحكم دي إن الواحد يقعد يتخيل كده إزاي يسلم القضية الفلسطينية من جيل للجيل الصغير. وبعد اللي حصل الشهر اللي فات ده الواحد ما بقاش محتاج إن هو
يسلم الراية للجيل اللي بعده. هما شافوا بعينيهم وعرفوا القضية وأمنوا بيها وهتكمل لسنين وسنين وسنين جاية. والنهاردة الولاد كلهم عندهم اللابسين تشتات كلهم عندهم 14 سنة وهو ده الجيل الجديد. شوف هذا بعتقد أنه هذا الأمر أمر إيجابي يعني بالنسبة لقضيتنا، لأنه كتير محاولات بعتقد لطمس هاي القضية، طمس صداها. اليوم لما بتظهر تاني على الساحة وبشكل الواسع هذا، هذا أمر بيعزز تمسك أهلنا في فلسطين وأهلي أنا في فلسطين وأنا كفلسطيني في قضيتني. واليوم لما بنلاقي الأطفال بالأعمار هاي بهذا الشغف للقضية هاي يا ضامر، إحنا بنحبه كتير. وأنا متأكد الأطفال أو الشباب هاي الصاعد هم شافوا برضو شباب صاعد عندنا في غزة للأسف ما يدوش إن هم يكملوا حلمهم ولا طفولتهم، لأنهم قتلوا أصلاً قبل لا هم يبلشوا حياتهم. أنت غزاوي أصلاً يا محمود وأهلك هناك؟ كله في غزة. بتتواصلوا إزاي وبتتكلموا إزاي أصلاً؟ والله أول أيام اللي فاتت يعني ما كانش في أي وسيلة اتصال إنترنت أو إرسال شبكات، بس الحمد لله يعني بعد 3 أيام قدرت إنه الواحد يتواصل معهم. بعد 3 أيام قدرت إنه أنا أسمع صوت أمي يعني الحمد لله وبخير هم، وهذا اللي بيهمنا يعني. السلام عليكم ياما يا محمود، طمني عليك. معلش ياما أنا نفسي أطمن عليك، بس أنت عارف إنك كم يوم لا كهرب ولا مية ولا نت ولا قادر أوصل لك ياما. إن شاء الله أسمع عنك كل خير وأشوفك على خير ياما إن شاء الله يا رب. وسمعت ياما إنه بكرة عليكم مباراة، كيف رجليك؟ إن شاء الله تكون بخير ياما، وإن شاء الله ربنا يكبر خاطركم وتفوزوا، وإذا لعبت ياما تفوز وتجيب هدايا وتهديها لشهداء فلسطين ياما يا حبيبي. سامحني ياما، نفسي أطمن عليك ونفسي أعرف أخبارك، لكن الظروف اللي إحنا عايشين فيها هي السبب. أطمن عليك إن شاء الله قريب. ربنا يثبتهم وربنا يقويهم وربنا يخليهم لك. يا ربنا يخليهم لك فعلا. شفنا لعيبه كتير قوي الفتره اللي فاتت اتكلمت عن القضيه الفلسطينيه وتعاطفت معاهم، نجوم كبار زي كريم بنزيما وغيرهم. مين اكتر لعيبه اتكلمت في الموضوع ده وكنت رسائلهم فرقت معاك؟ بديش اخص حدا بالذكر للعيبه، بس يعني اي حدا تكلم عن قضيتنا سواء اي وسيله كانت، هذا امر احنا بنثمنه، وانا كرياضي بثمنه يعني، لانه زي ما حكيت لك الكوره اليوم جزء من الحياه وجزء من الرساله اللي انا كلاعب كوره بحاول انقلها للعالم. فاحنا اكيد بنثمن كل الناس، وعلى مستوى العربي طبعا كل اللاعب العرب شفنا تضامنهم وتفاعلهم مع هاي القضيه، وعلى المستوى الغربي برضه لينا لاعب زي كريم بنزيما اصر انه هو بعد كل الهجمات اللي تعرض لها انه يدعم مره ثانيه القضيه. فهذا اكيد يعني هذا مؤشر ايجابي، لانه اليوم إظهار الحق صار يعني أعتقد أنه بلشت الناس تفهم أنه الحق لمين والباطل مين يعني. طب أنت كسترايكر بتحب مين في الكورة؟ في مصر يعني؟ في كل أي حد. مين السترايكر اللي أنت صغير كان نفسك؟ أنا عارف أنت كنت بتسيرتش على كريستيانو وشيكابالا في الزمالك صح؟ لا كنت انا من عشاق شيكابالا صحيح. شيكابالا هنا على مستوى المصري يعني شيكابالا يعني من اللعيبه اللي بعتبرها ايقوني يعني، انا بحس انه هو ايقوني، هو بحبه كتير بحب اداؤه يعني. اما كمهاجم انا كنت بحب عمرو زكي. عمرو زكي مهاجم كان قوي، وبحس انه هو في صفات مهاجم قوي يعني. مستوى العالم بعتقد دروجبا يعني، لانه لما بلشت افهم شوي الكوره واتابع يعني كان الظاهر قدامي دروجبا. انت كنت لازم تيجي مصر بقى، انت كله افريقي كده. انت خلاص مننا وعلينا. دايما المصريين والفلسطينيين قريبين وبيحبوا بعض، وفي كده روح بتبقى دايما مختلف. لازم اسالك عن مظاهر الفرحه في فلسطين، بتكون عامله ازاي لما منتخب مصر بيكسب في اي حاجه او كده؟ انا دايما بقول، ومش انا يعني، احنا كلنا دايما، اليوم اللي احنا بنشوفه بيثبت هذا الحكي، انه دايما شعب فلسطين وشعب مصر اعتقد انهم شعب واحد يعني 100%. ودايما مصر حاضنه بصراحه للقضيه الفلسطينيه بكل اشكالها، على مستوى الحكومي وعلى مستوى الرئاسي وعلى مستوى الشعبي، وهي حاضنة بصراحة فعلاً للقضية.
على المستوى الرياضي انا واحد من الناس لما كان منتخب مصر لما حقق افريقيا لما متعب جاب الجول في الجزائر اللي اهلهم للماتش الفاصل ماتش السودان. انا واحد من الناس طلعت في مظاهره بصراحه لفرحه تعبيرا عن فرحتي بصراحه بانجاز المنتخب يعني بسبب القرب الجغرافي ما بيننا وبين مصر بالذات قطاع غزه في تشجيع في تعصب اعتقد زي مصر بالنسبه للكوره وبالنسبه للاهلي والزمالك. اليوم عندنا روابط لنادي الزمالك وروابط للنادي الاهلي والكافيهات بتكون مليانه فعلا والناس بتتابع زيها زي مصر عادي جدا. ان شاء الله نتقابل تاني بس ان شاء الله تكون في مش عايز اقول بس ظروف احسن بس نكون متقابلين بعد نصر كبير باذن الله وربنا يثبت كل اهالي مش بس غزه اهالي الضفه كمان واهل فلسطين كلهم كل الناس تحت قهر كبير يعني. فان شاء الله ربنا في الاخر مهما كان الظلم هو المسيطر بس النور في الاخر بيطلع طبعا وهيطلع بعد اغمى الليالي يعني طبعا ان شاء الله وربنا يثبتكم وربنا معاكم ودعواتنا كلها لاهلك ان شاء الله ان شاء الله بكل خير وكل اهلي يا رب. نورتنا يا محمود. شكرا.